جدد الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده أن أسباب تأجيل ودية مصر والإمارات فنية بحتة وليس لها أغراض أخرى، حيث يواجه المنتخب الوطني 4 معوقات فنية تتمثل في ارتباط عدد كبير من محترفيه بالعودة إلى أنديتهم قبل 21 من الشهر الحالي، وعلى رأسهم محمد صلاح، مما يجعل مشاركتهم في اللقاء الذي كان محددا له يوم 20 من الشهر الجاري غير واردة، إضافة إلى الإصابات التي ضربت صفوف النادي الأهلي الذي يرتبط بلقاء حاسم أمام الوصل الإماراتي يوم 22 الحالي في كأس زايد لأبطال العرب، وأن من بين هذه الإصابات لاعبين من قوام المنتخب أو لاعبين، كما تخلو قاعدة اختيارات المنتخب من لاعبين آخرين في هذا الوقت في ظل ارتباط مسبق المنتخب الأولمبي المصري بلقاء نظيره الجزائري يوم 19 الحالي. كما يؤكد الاتحاد المصري أيضا الاحترام العميق والتقدير البالغ الذي يكنه ويحمله تجاه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.